الكنيسة العربية بيوليس تكساس تحت رعاية القيس رسمي إبراهام تدعوكم إلى حضور مهرجان التسبيح مع المرنم ماهر فايز والمرنم ناصف صبحي، وذلك من 14 ل 16 مارس 2014 يومي الجمعة والسبت الساعة 7 مساء ويوم الأحد الساعة 3 عصرا. المكان Lutheran Church 941 Bedford Euless Road Hurst Texas 76053. لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالأرقام التالية.